هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا، ها نحن نطل عليكم في حلقة جديدة من يوميات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بدورتها 27. اليوم تنافس 7 متسابقين يمثلون 7 دول، وهي البرتغال، طاجيكستان، مصر، الهند، الدنمارك، تايلاند، وأستراليا. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. بدأت حفظ القرآن في سن 3 وختمته في سن 8. كان القرآن له أثر كبير في عمري، فكان طموحي أن أكون إماما وخطيبا، والقرآن جعلني أحقق ما أتمناه. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذه المسابقة كانت حلمي منذ 12 عاما والآن أصبح حقيقة الحمد لله، وأتمنى التوفيق لي ولجميع المتسابقين. We have many participants from India in this event and I wish them all the best. I also wish all the best to all the competitors who are here to participate here. And we are thankful to the government of Dubai for organizing this event. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. سعيد بمشاركتي في هذه المسابقة، مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في نسختها 27، وأشكر الله سبحانه وتعالى أن من علي بمشاركتي في هذه المسابقة الجليلة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. This is the 27th competition of
Holy Quran Award, and we have the Thai contestant participating. And I'm very glad that even though this is my first time, I have seen the competition in a very high level, and I have to say that I'm glad to be part of this event. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حسبك. Very proud to be here tonight to witness this beautiful competition of Quran al-Kareem and to see our beautiful qaris from all over the world. And I'm particularly proud to be here as the Australian ambassador to support our fellow Australian Asadullah. قدم سعادة الدكتور سعيد عبد الله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة دروعا تذكارية لرعاة هذه الليلة وهم النيابة العامة بدبي ومجموعة فلورا للفنادق. تتشرف النيابة العامة في اليوم الثاني للجائزة الدولية للقرآن الكريم برعايتها لهذا اليوم. الحمد لله نتشرف أن نكون من أوائل المشاركين والرعاة لهذه الجائزة. الحمد لله, we are honored to associate with such a big event for the last 17 years. Our chairman Mr. V.A. Hassan is very keen to associate with the International Holy Quran Award. Inshallah, we will continue the support in the future also. الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ومعجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا عرب الأمة بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا عرب الأمة بنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى